وصلنا لفقرة الأعمال اليدوية والحرف. والهاند ميد والقصص الحلوة وإعادة التدوير، يعني مثل ما شايفين على الشاشة اليوم معنا كثير من القصص وأفكار جديدة ممكن نستفاد منها بتغيير ديكور البيوت، حتى نعمل إعادة تدوير لأغراض ما عاد بدنا إياهم ويمكن راح استخدامهم، كمان بتتغير النفسية مع صحيح لك. تغيير الديكور. راح نحكي أكثر ونتعرف على الحرف اليدوية مع السيدة تيريزا. صباح الخير، صباح الخير، يسعد صباحك. وصباحكم اهلا وسهلا يسعد فيكي. صباحك واهلا وسهلا فيكي. يعني وصباحك. جايبتي لنا كثير من القطع المميزه والجميله، خبرينا اول شيء عن البدايه وكيف هي القطع عم تشتغليها، كيف طلعت الفكره؟ هلا من البدايه نحن ربينا ببيئه الكل بيشتغل، والكل بيشتغل خاصه شغل السناره، وعيت عرفت حالي اني انا عم بشتغل، وفترات بعدين قطع وقت شغل الكروشيه وما بقى حدا اهتم فيه. من فتره بس صار عندي بنت صرت اشتغل له، انا رجعت حدثت هذا الشغل صرت اشتغل له، صار ينال اعجاب العالم، طورته، بديت بشغل الاحذيه. في منه ما بعرف اذا بتحبوا فرجيكم اياه. خلينا لك نتفرج. هاي شغل الاحذيه، تفضلي. حلوين، صار في لهم تسويق بعد ما نالوا اعجاب. الاول انا بشتغل شغل خاص لإلي ولبنتي، وبعدين لما بينال اعجاب العالم بصير اشتغل لهم. وبعدين بديت شارك بمعارض باسواق ببازارات، وفي هاي القطعه كمان خليهم نحن عم نشوفهم. لا هاي فيكي مثلا يعني انه تقيميها وفيك تحطيها. كمان الوان. الوان بديت شارك بازارات بالكنايس ونال اعجاب كثير، هذا شجعني لاني طور شغلي اكثر. بديت دخلها على الكلوبات. اول شغله هذا الكلوب رح نحكي عنه، هذا عباره عن فازه كانت عندي، جربت لها عملت لها الاطار الخارجي واشتغلت لها كروشيه. كمان فيك تستفادي منها، حبيتي تغيري اللون، هذا الوش مانه ثابت بينقى بيرجع بينحط. حلو كثير، يعني انت فيك تغيري ديكور البيت. هاي اول قطعه بعتبرها باكوره الشغل. واشتغلت كمان الجزادين، ارجينا الجزادين، هذه الجزدان حلوين. هلا دارجين كمان ليا كل شيء، هدول المسبح كمان كمان. هلا في سيف بس انا شوبت قد ما بتحسي الكروشيه بيشوب. بيشوب. وفي هدول اكثر شيء قطع كمان حلوه، بس مو هلا يعني وقتها بفتره الكريسماس بيبقى بينحط مع جوز هيك شيء، وهي معبايه مشروب. حضرتك مدام تيريزا بتسوقي لحالك على السوشيال ميديا وبالبازارات؟ لا عندي صفحة بالبازارات، بعدين اشتركت بمعارض تبع فصول الأربعة للمدام سحار وكثير نال إعجاب، وصرت بكل مرة كنت منزلة هذا جديد. هذا رح نحكي عنه بأحد، هو ضوي ما بعرف إذا مبين، بضوي بس ما مبين. خلي ما بأحد الأسواق، إذا بدك الكاميرا واصلة لعندك تفرجينا إياها. هلا بأحد الأسواق نحن كنا، وكان معي زميل اسمه سمير رحمون، كان يشتغل الأمبلاج من إعادة التدوير، عجبتني فكرته، قلت له بدي أدمج شغلي مع شغلك، ودخلت له الكروشيه، وطلع هذا الإنتاج اللي أنا كثير بحبه، ونال إعجاب، وكثير مبسوطة من الناس اللي أخذوا منه وحطوه ببيوته، هيك بكون سعيدة كثير لما بشوف قطعتي موجودة ببيت والعالم فرحانة فيها. بحب حدا يقدر القطعة، لأن الهاند ميد عم ينشغل بمحبة، عم ينشغل من شيء من روحك عم تصنعيها وتحطيها فيه. لما حدا بيساومك عليها بزعل كثير، بس لما حدا بيقدرها وبيحطها ببيته بكون كثير مبسوطة. نعم. طيب قد ايه بياخذوا معك القطع وقت؟ يعني مثلا إذا كنتي عم تعملي شوز أو عم تعملي الكروشيه، هلا يعني بالاسبوع 15 يوم حسب بقى فضاوة الواحد، بس اذا ركع عليهم انه بس عنده بس هالشغله بتخلص باسبوع. تمام. بس انا ست بيت بقى عندي، يعني انا مثل هوايه لإلي وشي بشتغله فعلا محبه. بدي اقول لكم شغله، انا وصغيره كنت بالمدرسه وحبها، كنت اشتغل قطع صغيره للعب واعطيهم لرفقاتي. بوبيات صغار؟ لا مو البوبي، اشتغل لبس للبوبي. اوكي. من الكروشيه. حلو كثير، لأن الشغله كثير حلوه جواتي، انا يعني عايشه جواتي ما بعرف بحبها. بتمنى كل حدا يحب يعني شيء وينميه ويبدع فيه، ما يقول انا ما بدي خليه جوا. ولما بتشتغلي بمحبه عن جد بتطلع القطعه كثير. خلينا حلوة. كمان نشوف في شيء جينزات او هدول اعاده تدوير. يلا خلينا نشوفهم. اعاده التدوير حلوه. هاد بنطلون جينز، بنطلون جينز حلو، حلو حولنا لجزدان استفدنا منه، حتى البطانه من قطع من جوا. حلو، ونظامي جزدان، وهي القطعه هم.
يمكن كثير في من الاشخاص عندهم قطع هي صارت قديمه وما بقى لازمت لهم بالبيت. بدي بس لو سمحتوا لبسات بدي احكي عنه شغله. يلا بس حدينا وهدينا لبسات. لا مو من هون من هون. يعني هذا ليش بدي احكي عنه؟ لانه هذا شغل بزمن حجر الكورونا. اوكي ما في طلعه من البيت، ما في اي حركه. شو عندي فضلات من الصف؟ لا راح افتحه بركي بتاخذوا الكاميرا. يلا بس خليني امسكه هيك معي. كاميرا هني ما بدنا نحطه على عشان ما يتوسخ. هذا زمن الكورونا والحجر. قد ايه اخذ معك وقت؟ تقريبا 20 يوم. في لانه كثير من الالوان ومن الشغل. ايه لعبت بتدخيل الالوان لانه كلهم كانوا كميات صغيره وما كنت عمال اقدر اطلع من البيت ونشتري، قام طلعت هاي انا بعتبرها لوحه فنيه. والله كثير حلوه. كمان من الصوف وال ليكي فيه كل الانواع، يعني جامع مثل المجتمع، جامع اكثر نوع من خيط. خيط زايد من مثلا من الجزادين، خيط زايد من تبع الجلوبات، من الاحذيه، كله جمعته مع بعض، حتى في منه مثلا خيط رفيع اعمل اثنين مشان يطلع بنفس الكثافه. نعم. يعني اليوم حكيتي عن نقطه هي اعاده التدوير، وهلا يمكن ليا ما حدا بقى كثير متنشطه، ما حدا عم بكب شيء، وكل حدا عم يفتح مواقع التواصل او عم يتواصل مع اي حدا خبير بهي القصه حتى يتعلم كيف يستفيد من الاغراض اللي ما بده يكبها او يعيد تدويرها. في ناس عم تتواصل معك حتى تتعلم هي القصص او من الكروشيه او حتى اعاده التدوير؟ ايه في ناس عم تتواصل معي وبعلم، يعني اغلب الشيء هلا دائما بننطلق مجتمعنا الصغير اللي هو العائله، الجيران، علمت بنات الجيران، علمت رفقاتي، انا كنت اعلم بروده كروشيه حتى ينزعجوا لما اقول لهم هون مو صح غلط كرو، يقولوا لي ما بنحب انه تقولي لنا كرو الشغل. بعدين يعني اي حدا بيطلب مشروع، انا حتى صرت اذا بروح لمحل هاي القطعه بتفيد هيك بنحولها لشيء ثاني. صار عندك حتى انا بدي احكي عن الفساتين. وين الفساتين؟ في فساتين كمالك وينهم؟ انت منوعه شغلك مالك. انا شغلي منوعه على فكره، حتى الجلوب هذا حلو للبحر الاولاد بعت منهم، بس كل قطعه شغله شيء ما كرره. حلو. يعني مثل قطع البوتيك. هذا الفستان في له بطانه وكل شيء، له بطانه وكل شيء كامل. وعم نشوف كيف اختلاف القطبه بين الفستان بين هلا هذا فيك تعتبريه اعاده تدوير. هو كانت قطعه عندي اياها هي تنوره، انا كملت لك كروشيه عملتها فستان. يعني هذا الواحد بيقدر بسبب غلى الاسعار وكذا انه يحول قطعه قديمه لقطعه جديده ويحط لها مستوفيه. اكيد كثير حلو. يعني عم نشوف انه فعلا في اشياء كثيره عم تغيري من نمطها، تنلبس مره ثانيه بطريقه وتبين جديده هلا الظروف اللي عم نمرق فيها. خبرينا شو كمان عندك، شو الاشياء الثانيه يعني مو مخلاي ما شاء الله شيء متنوعه نماذج مالك محصوره بمكان واحد؟ ما في، ما بس محصوره. واكثر شيء هلا انا عم يعني ديكور، عم شدد على الكلوبات لاني كثير كثير حبيت انت ولحق لحد هلا ما حدا اشتغل منها. يعني بس صحيح. يمكن اكون متفرده بهذا الشيء، ما لقيت حدا اشتغل منها. حابه تكوني متفرده لك بصمه بهذا الشيء. تمام مدام تريزا، خلينا نحكي يمكن لكل الصبايا يلي بيملكوا موهبه جواتهم ولكن هن يمكن مستسلمين لظروف، مستسلمين ل قصص هي يمكن خارج عن إرادتهم. مو بس لكل الصبايا والشباب ولكل الستات، يعني اليوم على اليوتيوب قد ايه صار في ما حدا يخلي موهبه جواته، ما حدا يخلي حلم جواته ما يحققه، ما حدا يقول يمكن انا اليوم ما بيعهم يمكن بكره بيعهم، بكره استفاد ماديا، هلا معنويا انا عم بستفاد، انا بفرح بالقطعه، انا بقعد بحاكيها بس تخلص ما اجملك. يعني كل حدا عنده شيء جواته يطلعه. كثير في عنا اشياء، كثير في عنا مواهب مدفونه نطلعها ما نخجل منها، ما نقول بجوز ما احتمال بجوز ما تمشي، هذا كثير كثير بيرجعنا لورا وبيخلينا بمحلنا. نعم. طيب مدام تريزا، شاركتي بمعارض ببازارات، كيف كان التفاعل مع القطع؟ خبرينا. المعارض والبازارات كثير فادتني، وجودي بالبازارات خلاني مثلا لما انا بيع قطعه شوف في اقبال علي اتشجع اشتغل وابدع باللي بعدها، كثير عطاني كثير وسع لي انتشار لشغلي. المعارض بعدها بشكر الست هناء العكش يمكن كانت المستضيفين قبل بمره، ومدام سحر البصير اللي عرفوني على اسواق الفصول الاربعه على سوقاتي، كمان انتشرت فيها وكثير صار شغلي معروف.
قصة يعني ما في سوق ما كون لو كنت بسوق عتيق اتوصي على قطعة من شغلي يقولوا لي شفنا بسوق لإلك أو بمعرض لإلك قطعة بدنا منها. يعني الحمد لله الأسواق عملت الانتشار الحمد لله. يمكن بدنا نقول من ولا شيء الواحد فيه يعمل شيء والإرادة هي أهم شيء. وعندنا كثير أشياء ببيوتنا فينا ننبش منها ونطلعها ونطلع بأشياء جديدة وتغيري ديكور بيتك. هلا أنا كل ما بغير فرش البيت مثلا أو مثلا صيفي أو شتوي بغير وش هذا بعتبره باكورة شغلي تماما. يمكن قلت لكم انه هو فازي وحولته لجلوب. صحيح. مدام تريزا نحن كثير بدنا نتشكرك وبدنا نتمنى لك التوفيق وكل حدا عم يتابعنا يضيف المدام تريزا يعمل لايك لصفحتك اللي هي اسمها تريزا كروشيه. تريزا كروشيه تريزا لحتى يتابع الشغل الحلو. اكيد ما حتبخل على ولا صبيه حابه تتعلم ابدا ابدا. اهلا وسهلا بالكل. وعلى الصفحه في اشياء ما موجوده معي هون ما فيني احمل البيت كله وجيبه معي لهون. نتمنى كمان وسهلات كثير ونحن كمان صبحيتكم الحلوه. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيكي موفقه يا رب هيك توصلي للي بدك اياه. شكرا لك. ميرسي لكم.